السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة عبد الله البركاني، مرحبا بكم. اليوم هذا الفيديو غادي نديرو خاص على الحي فين نسكن، حي عين السلطان. كما شفتوا الفيديوهات السابقة اللي كنت درتها من هذه تقريبا شهر، كان ربي سبحانه عطانا واحد الشتا مجاهدة. إيوا كما تعرفوا يعني هذا الحي يعني مهمش، ما عطينوش واحد القيمة، يعني ما مصاوبينوش، نقولوا يعني ما مصاوبينوش. ودركي حنايا في هاد الأيامات راكم عارفين، هاد الأيامات المقبلة إن شاء الله غادي تكون الشتا، راكم عارفين فصل الشتاء. والحي كما شفتوا يعني خصو يتصاوب، ماشي غير هاد الحي، نهضر يعني غير هاد الحي، كاين الأحياء بزاف في مدينة أبها مهماش. بالنسبة للحي ديالنا فين نسكن، يعني مازال عاد يصاوبو لنا الواد الحار حاشاكم، يعني بغينا باش يصاوبو الكوادس ديال الواد الحار ويصاوبو لنا الطريق، لأن من قبل يعني من ناض داك الفيضان اللي جا داك الفيضان طبع علينا الواد الحار والما ديال الشتا. المهم راكم عارفين غادي نوريكم شوفو هاهي الطريق باش نصاوبو. كما شفتوا يعني مجيت الرومبوا وداك الطريق الجديدة اللي هيها صوبوها، يعني والحي يعني ما صوبوش مازال، عاد خصنا الطريق تصاوب، باقي عاد الطريق تصاوب، يديرو لنا الواد الحار، منا يديرو لنا الواد الحار، وغادي نمشي من هنا ونوريكم بلايص اخرين. كنقولكم يعني ملي كتصب الشتا بزاف، ملي عندنا ديك الطريق ديال كورنيش واد ورطاس، هذاك الماء اللي كان يمشي للواد ديال واد شراعة بقى يولي عند السكان، باش يكون زعما واحد الفراغ عليه. المهم كما شفتوا يعني الطريق جات عالية، وسكان يعني جات كيما بحال واحد الحفرة، من يصب الماء ديال الشتا يجي فايت هاكا ويمشي للحي. ها هو الحي من هاد الجهة، عندنا ديك الساحة اللي مجيت الجامع تما كيتلم الماء لأن ولات غارقة. شوفوا يعني الماء كيمشي للساحة اللي شوف الطرق ديال الواو اللوت مجيت الجامع، مرة فايتها يعني الماء وصلنا حتى للماء، والله حتى للماء وصلنا للماء، والديور تعمروا بالماء وتفرشات دار تنفخ اللي كان عندنا شي قش كاع خسر له والمهم فاتت علينا. داك المهم الا بغيتو تشوفوا الفيديوهات غادي توليو الفيديوهات جوج ديال الفيديوهاتهم غادي تشوفوا داك الفيضان اللي كان. المهم احنا باغيين يديروا لنا اصلاحات لهاد الحي المهمش، حي عين السلطان. كما قلت لكم يعني الحي ولا غارق بزاف على الطريق، والماء كامل ولينا بحال الواد، هاد الجهة ولات كيما الواد، من يصب الماء من الجهة اللي من هي الفوق، من يعطينا ربي الشتا ويكثر الماء بزاف، كلشي داك الماء ديال الشتا يصب هنايا بحال الواد. دركي باش داك الماء اللي كان يمشي منا يمشي للواد شراعة كما قلت لكم ولا يولي هكا للحي، صافي وبقى يدخل على الديور. حنا بغينا المسؤولين يشوفوا لنا شي حل لهذا الحي المهمش، بغيناهم باش يصاوبوا لنا على الاقل، بعدا يصاوبوا لنا الواد الحار ويصاوبوا لنا الطريق. وكما شفتوا يعني قنوات الصرف الصحي يعني هاد من هادي مود دا كنتكلم عليها، واحد جارنا هو اللي مسؤول على الحي كنتكلم عليها ولكن ما بان والو، ونتمنوا ان شاء الله هاد الرساله توصل للمسؤولين باش يصاوبوا لنا هاد الحي. وشوفوا شوفوا يعني فرق عاد الحفرة ومازال عاد الفرقان يتعدلو. المهم هاي الطريق فين موجود حاليا، هاد الطريق جات عالية، السكان ولاو يعني غارقين ولاو بحال لابيسين. حنا غادي نمشيو من هنا، غنجيو للرومبو غادي نصورو لكم من تما كذلك باش تشوفوا
كيبان من الطريق، من هذا الطريق هذا. بقاو معانا. الجهه اللي تشوفوا الطريق ديالها واللوكس، هاي الساحه فين تقلت فيها الماء ديال الشتاء. شفتو متواجد حاليا في الساحة ديال عين السلطان قدام الجامع، وهاد البلاصة هنايا كانت القروة بدا تحفر هاد الأيامات، يعني يحفروا باش إلا جات شي شتا ولا يهود الماء الساقية هكا ويمشي مع الواد مع واحد القادوس. غادي نوريكم داك القادوس، ولكن يبانو توقفوا يعني ما كملوش على الخدمة ديالو. والمهم غادي نزيد نلهيها وغادي نوريكم الماء ديال هاد الساقية فين يمشي. فايتة من فضع لنا الماء ديال الشتاء وديال الواد الحار. هاد الصحة بالضبط فين راني واقف، كان الماء وصلنا حتى لهنا، والله لهنا وصلنا ودخل علينا نظرنا هما الحانوت. ها هو هنايا هاد الجهة تا هو دخل عليه الماء، والمهم كاع الديور اللي جايين في هاد الاتجاه ولا عليهم الماء ديال الشتاء والماء ديال الواد الحار. ونقولها ونعاود نتمنوا من المسؤولين يصاوبوا لنا قنوات الصرف الصحي باش يصلحوا لنا هذا الحي ويصاوبوا لنا الطريق. ماشي نهضر على هذا الحي، نهضر على الاحياء المتواجده في مدينه بركان، الاحياء المهمشه بحال سيدي علي بن يخلف، بحال ديك الجهه يعني كامله ما مصاوباش كامل. المهم ها الطريق، الشارع ديال كورنيش واد ورطاس، ها الحي ها الحي كما شفتو جا غارق على هاد الطريق، طريق عالية. ها هو الحي يبان غارق، كلشي الماء اللي صب الشتا يولي للحي. ونطلبوا من المسؤولين يشوفوا لهاد الحي بعين الرحمة، ما يخليوش هكا مهمش. الناس راها في الشتا تكون ضايعه، وراه الانسان كما قال لكم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. المهم من هذا المنبر نقولوا للمسؤولين يجيو لهذا الحي اللي سميتو عين السلطان واللي عنده الاقدميه هنايا في بركان، يجيو يعدلوه ويديروا معاهم شي حل وما يخليهمش هكا. راه من كيجي الفيضان راه الناس كتموت، راه كيدخل لهم الماء حتى لوسط الديور وك الناس كتغرق. وهذا النهار عندنا الجو مغيم حال الشتاء، كما شفتوا السماء هي تبان مغيمه. كل ما من تغيم السماء نبقاو نخمو يعني هكا توقع لنا كي المره الفايته. حنا نطلبوا الشتاء يعني على قد النفع، يعني الشتاء مزيانه البكمه البشر، يعني الشتاء مليحه ما غاديش. المهم هما من عدلوا الطريق، الطريق عدلوها مزيان وكل شيء، بصح علاوها على الحي.
من علات هذا الطريق بقات من تصب الشتاء بقى الماء كاع يهود على الحي، كاع الماء اللي كيجي ما يعني من هذه الجهه نتاع دوار الميكا مورطاس ما هذا ولا يدور عند السكان، ما بقاش الماء كيما بكري يمشي للواد كيما قال الاخ عبد الله، كان الماء من يجي كان يمشي ديريكت للواد، دروك الماء راه يولي عند السكان، والسكان راكو عارفين السكان كاين ناس بزاف وراهم ضروريين راهم يطلبوا بكم كاملين حنا نيابة عليهم، راهم يطلبوا باش تجيو تعدلوا لهم هذا الحي، تشوفوا معاهم وديروا معاهم شي حل، الله يجازيكم بخير وشكرا. نتمنى والرسالة توصل للمسؤولين، ونشكر بزاف المتتبعين ديالي في القناة من داخل الوطن وخارج الوطن، وتحياتي لكم وحفظكم الله وبارك الله فيكم، مع السلامة.